المؤتمر لمناقشة استراتيجيات بعيدة المدى للتقدم نحو المساواة الجوهرية والسلام العادل، وذلك في ظل الواقع الدموي الذي نعيشه بين انتخابات الكنيست وانتخابات السلطات المحلية. سنحاول من خلال حلقات النقاش اليوم لمناقشة التنوع الثقافي والقومي والفرص للوصول إلى الهدف المنشود في ظل تحديات واقع الفصل الثقافي والقومي. أدعو إلى المنصة عضو إدارة مركز مساواة المحامي البير نحاس ليلقي كلمته، تفضل. صباح الخير للجميع. باسم الإدارة والأعضاء بمساواة منرحب طبعا بكل الموجودين وخاصة ضيوفنا من السفارات، بخص بالذكر السيد كريس اللي هو القائم بأعمال السفير الكندي في البلاد. طبعا كل الضيوف اللي من الخارج أنا ما بعرفهم شخصي، بس بقول الكل you are welcome everyone. And في جم لحفريم أدمار بعفريت لحفريم هاي يهوديم شبنينو واني سفيرتهم كمعاتيم مني رؤين أخون، אז גם להם אני אומר ברוכים הבאים. אוקיי, אוקיי. וללכל טבען אהלו סהלה פיקו. احنا במסواة כל סנה בנعمل مشروع والسنه الوضع كان خاص جدا لانه النزاع العربي الفلسطيني الاسرائيلي للأسف صار له تقريبا 100 سنة، بس المرة سنة 2023 وكمان بال 24 نتأمل إنه يخلص. أما اللي وصل للقمة، القمة لما بيصلها البني آدم هي قمة الهرم نسميها، فببطل وين يصل بعدين، لأنه القمة هاي تفرض علينا انه نحط الادراك، نحط الواقع، نحط اليقين، نحط المحبة، نحط الانسانية قدامنا ونقول لوين ممكن نصل بعد. طبعا الوجع الاسرائيلي موجود، بس الوجع الفلسطيني موجود اكثر بكتير. وعشان نكون صادقين مع بعض، التفاوت بالفئات الفلسطينية بالوجع بيختلف. فإحنا بحيفا ما بنقدر نقول إنه إحنا وجع غزة إحنا عم نعده من بعيد، إحنا ما بنقدر نقول إنه إحنا عم ناكله من قريب. فإحنا بأي حالة التفاوت الفلسطيني في عدة محلات، حتى بالضفة، حتى بالقدس، حتى في داخل البلاد، حتى في خارج البلاد، هو وجع مختلف. والصعوبة الموجودة في غزة اليوم هي صعوبة ما صارش زيها في التاريخ. يعني إذا بناخد إحنا النكبة بال 48، حسب رأيي أنا الوضع اليوم لا يقل عن النكبة 48 إذا ما كانش أكتر. فمن هاي النقطة ومن هاي الرؤية، من رؤية التفاؤل إنه الإنسان لما بفيق كل يوم بشوف الشمس تطلع بقول بدي نهار جديد، من هون إحنا مجتمعين اليوم علشان نفكر مع بعض، علشان نتشارك مع بعض، علشان نصغي لبعض، علشان نفكر مع بعض، عشان نعمل مع بعض. بركي إحنا من هون نطلع نداء أو نطلع برؤية لإمكانية لأيامات أحسن. طبعا فيش حاجة أحكي عن مساواة. مساواة هي جمعية اللي صار فعال سنين طويلة في البلاد بواقعية كاملة في اتزان، وإحنا اليوم نتساوى مع بعض كلياتنا الموجودين هون بالوجع الموجود. وعشان هيك الوجع هذا بفرض علينا كيف حكيت إنه نبدأ بداية منيحة. في الحلقات اللي راح تكون اليوم راح يكون عدة مواضيع وعدة مشتركين، منهم مهنيين، منهم قواد، منهم رجال سياسي، منهم رجال اجتماع مجتمع، منهم مربيين. فالتفكير هذا المتنوع بتأمل إنه يصل لمحل بالخلاصة بالآخر لنداء
لبداية أحسن للوضع الموجود المؤلم جدا. أهلا وسهلا فيكم، ونتأمل نهاركم يكون مثري. زي ما حكينا المؤتمر هو فيه ترجمة بكل اللغات، والهدف منه كمان إنه احترام كل التعددية الثقافية والقومية، ويكون في كمان كل حدا يقدر يعبر بلغته اللي برتاح فيها وبيحلم فيها. هل النموذج الحفاوي مختلف فعلا عن ما يحدث على مستوى البلاد والمدن الساحلية والتاريخية؟ وهل ستقود بلدية حيفا تجارب جديدة في الحوار الثقافي والقومي؟ هل ستوفر البلدية ترجمة فورية لكافة خدماتها؟ وكيف تتعامل مع التاريخ والثقافة الفلسطينية للمدينة؟ هل ستقود بلدية حيفا تجارب جديدة للتنوع الثقافي والقومي بعد تجارب عيد الأعياد ومدرسة ثنائية اللغة؟ أدعو إلى المنصة نائبة رئيس بلدية حيفا المحامية سارية جولان. فلتفضل. زمين جنيت رياض خيفا عورخ الدين سارية جولان. טוב, בוקר טוב לכולם ותודה על ההזמנה לשאת דברים. האמת שזה הכנס הראשון שלי בקדנציה הזו שאני מוזמנת להגיע ולשאת דברים, ובעיניי יש בזה תודה, ובעיניי יש בזה משהו סימבולי ומרגש. לפני שנתיים נסענו לצפון אירלנד לבלפאסט. איפה אמיר? הנה אמיר, חברים מתל אביב. שלחו חברי מועצה מערים מעורבות לדבר על הסכסוך בצפון אירלנד, כדי שכולנו נחזה באיך פתרו את הסכסוך המר, הרע, רווי הדם שהיה בצפון אירלנד. ואני הייתי בטוחה שאני אגיע לבלפאסט ואראה ואגלה שבאמת יש פה מקום שהצליח לפתור סכסוך. ואני חושבת שאחת ההפתעות הגדולות שלי היו לגלות שלא פתרו שום סכסוך באמת, ולא באמת איבדו והגיעו לאיזה שהם פשרות והבנות והסכמות בין הצדדים היריבים לסכסוך. אבל שקט נשמר שם, שקט נשמר במשך 25 שנה, וראינו קהילות בבלפאסט שמתפתחות, ושכונות שלמות ורובעים שעברו מלהיות שכונות של עוני ועזובות לשכונות שהן בתהליכי קדמה, פריחה והתפתחות, ובמובן כזה שמרכזים קהילתיים מייצרים פרויקטים משותפים לשני הצדדים. למה אני מספרת לכם את כל זה? כי למרות שגיליתי שהסכסוך לא נפטר בצפון אירלנד, בכל זאת הציור הזה הותיר בי חותם מאוד משמעותי, ומספר תובנות לאיך היה נכון להתנהל פה במדינת ישראל, במדינה שכל חייה, כל היומיום שלה, מלווה במשך שנים בצל הזה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ונורא קל, בשנים האחרונות נראה שהיה מאוד קל לממשלות ישראל לשים אותו בצד ולהגיד אנחנו ממשיכים הלאה, בואו נחשוב על עצמנו מבלי להתייחס לבעיות, מבלי להתייחס לסכסוך ואיך הוא משפיע ומנהל את חיי היומיום שלנו. והנה הגיע גם השביעי לאוקטובר, ואני את השביעי לאוקטובר עברתי ביום של קריסה. אמנם יצאתי מהבית, הלכתי והתנדבתי ופעלתי, אבל פעלתי כמו מכונה, אבל נפשית מאוד קרסתי בתובנות של רגע. גם אם אני לא מדברת על הסכסוך, אלא מנהלת את חיי היומיום שלנו, האם זה באמת אפשרי? ואתה מבין שלא, שזה לא אפשרי. אז כשאנחנו מדברים על גיוון תרבותי ולאומי בצל מלחמה,
מאוד קל לבוא ולהגיד, לא, עכשיו מלחמה, אנחנו תנו לתותחים לראות, ונדבר אחרי זה על איך חיים כולנו ביחד, האם זה יהיה במנגנון של שתי מדינות, או מדינה אחת לכל העמים. אז לא, דווקא במלחמה, אני חושבת שאנחנו חייבים לייצר את הפתרונות ואת החיים ליום שאחרי, ואולי היום שאחרי יגיע מאוד מהר, אם אנחנו נצליח לקדם שיח בונה. זה נכון שבתפיסות שלי שיח בונה לא יכול להיות עם ארגוני טרור רצחניים, איתם לא ניתן לדבר, אני מאמינה שכל אחד שיושב פה באולם יכול להיות שותף לעמדות שלי, אבל צריך לדבר. ובהקשר הזה אני רוצה להגיד שמה שהרים אותי אחרי השביעי לאוקטובר זה החיים בחיפה. והחיים בחיפה הם כאלו שמאוד היה קל ליפול שוב לשני צדדים ולמלחמות וליריבויות ולאלימות, כפי שראינו במבצעים ובמלחמות אחרות, אבל אני כל כך גאה בציבור החיפאי, שלא נתן למה שמתחולל בדרום להשפיע על החיים שלנו כאן המשותפים. אני גאה להגיד שאני חיה בחיפה שמקדמת חיים משותפים. סיפרתי בדיוק לחברי החדש שאני במקור מירושלים, בחרתי לחיות בחיפה בדיוק בגלל הקיצוניות של מה זה לחיות בירושלים לעומת החיים בחיפה. ואני גאה בחיים האלה בחיפה, אבל חיים משותפים הם לא יכולים להישאר רק ברמת הסיסמה. אני חשה שהמחויבות שלי גם כחברת מועצה וכיום גם כסגנית ראש עיר, זה גם לדאוג ולקיים חיים משותפים הלכה למעשה. אחד הפאנלים שהייתי אמורה להשתתף פה, אבל ביקשו ממני לשאת דברי ברכה, אז אני לא שם, אבל הוא אחד הפאנלים היותר מעניינים וחשובים בעיניי ביום הזה, וזה האקטיביזם. ושאלו אותי למה הגעתי לפוליטיקה, אז הגעתי לפוליטיקה בגלל אקטיביזם חברתי, בגלל פעילות שלי בוועד בית הספר בשכונה שבה אני גרה, ומשם התגלגלתי לפוליטיקה העירונית, ובעיניי אקטיביזם מייצר שינוי חברתי, ובעיניי התפקיד של נבחרי ציבור, יהודים וערבים, של פעילים ברחבי השכונות, היא לייצר את אותה אקטיביזם, לפעול כדי לשנות ולהשפיע על קבלת ההחלטות, במובן הזה שנוכל לדבר על חיים משותפים אמיתיים, גם בהיבטים של תקציבים. אני חוזרת רגע לבלפסט, למה הסכסוך לא נפטר באמת, אבל הוא שומר על שקט? כי מזרימים לשם התקציבים ומייצרים פרויקטים בחינוך, ברווחה, בהתחדשות עירונית, וזה הדבר שאני רוצה להביא לכאן. כששואלים אותי מה התפקיד שלי כסגנית ראש עיר, זה, אני אומרת, תכנון שמייצר קהילה, ומבחינתי התפקיד שלי בקדנציה הקרובה זה לייצר קהילה שמשמרת ומקדמת חיים משותפים כאן. תודה. كانت الأحزاب السياسية في الداخل أول من طرح برنامج حل الدولتين لإحقاق السلام العادل بين الشعبين والمساواة القومية والمدنية للمواطنين العرب في إسرائيل. وفي العام 92 لعب المجتمع العربي الفلسطيني دورا مركزيا في دفع عملية السلام، كما تبنت الجماهير العربية الفلسطينية منذ العام 48 خطابا ديمقراطيا تقدميا مبني على الشراكة. واليوم أمام محاولات حكومة بن غفير نتنياهو لاستهداف وملاحقة المواطنين الفلسطينيين، هناك تفيد منه في حماية حقوق الإنسان والوصول إلى السلام، وما هو دور المجتمع الدولي في المنطقة، وهل يمكن للمجتمع الدولي أن يتقدم نحو حل يعترف بدور ومكانة المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر كجزء من الاعتراف في تقرير المصير للشعبين بحل الدولتين، وما هي الحقوق الثقافية والاجتماعية مقابل الحقوق القومية؟ أدعو للمنصة القائم بأعمال سفيرة كندا السيد كريستوفر هال. Good morning, Sabal Hair, Alan Wasalan, Bienvenue, Rukim Habaim.
Pardon my Hebrew. It's a great pleasure to be here. I'd like to thank Misawa for inviting me as representative of the Embassy of Canada to speak today on this conference on cultural, national, and linguistic diversity amidst war and elections. For Canada, diversity and inclusion are critical issues domestically and internationally. And it's one of the reasons why the Embassy of Canada and the Government of Canada has long partnered with Misawa. This conference is part of a project we have with Misawa, which is why I'm up here speaking. I'd like to thank the Misawa Center and Jafar Farah for the great work they're doing in trying to grow cooperation, understanding, and inclusion here in Israel. As I said, Canada's been at the forefront of institutional policies on diversity and inclusion. We are a country of immigrants. We're a country that is a colonial one. And starting back in the 1970s, we had a policy of official bilingualism to address the two nations, two of our three nations, the English and the French, the result of a colonial war that left separate nations in the same land. From that, that policy has grown into something very different. It's been apologies from the government, the governments of both the left and right, for historic wrongs to our Aboriginal peoples, the original nations of the land, to different ways of immigrants, be it Chinese who were kept out of the country, or Japanese, or Indians, even Jews. We did not treat Jewish people who would like to come to Canada in the 1930s well at all. But this type of apology from the government, recognition of our wrongdoing, is only part of it. Government policies include things like making sure that our federal civil service reflects the diversity of our country. We are one of the most diverse countries in the world through an active process of immigration, bringing in about 1.5% of our population to Canada every year. This is tough, but it has to be successful. It has to go beyond official government policy. Governments come and go, policies change. But what matters is the people-to-people stuff. It's the communities that get together. In Canada, a lot of the diversity and inclusion comes from, for example, local faith groups that get together and talk about challenges facing their communities, trying to overcome differences when they arise, or even better, trying to avoid them arising. Right now, that's challenging. There's a lot more press about this, what's happening on the streets and university campuses in the US, but the same thing is happening in Canada as well. Dialogue is challenging at this point in time, so I'm glad the dialogue in even more challenging place here in Israel is occurring right now around this. To address diversity and inclusion, first of all, you need to address it, address the question of diversity, recognize it, and then work on the inclusion portion. That is including people from diverse communities. So we work on it domestically. We work on it trying to change public attitudes, and we also work on it internationally. And that's this last one, which is why I'm talking about it today, our experiences. Because it requires practical strategies to address the complex challenges, social, economic, cultural, and civic, to include inclusion. Excluding members of society from full participation due to prejudice, discrimination, or other barriers causes everyone to suffer. Inclusive societies are more innovative, creative, dynamic, and prosperous. But each country has its own experience. Our country, my country, has been blessed by the last time we were invaded was by the Americans in 1815, so it's been a while. some people are still worried about the Americans, but anyways, that's another question. I'll take the fifth on that one. Haven't been born in the U.S. But for us, diversity and inclusion are absolutely vital.
And here in this region, for that very reason, Canada has long supported the two-state solution for the Israeli-Palestinian conflict. We believe that both Palestinians and Israelis deserve to live in peace, dignity, and security side by side. As a result, we've condemned the Hamas attack, the brutal attack on October 7th, called for the immediate release of all hostages, and we recognize Israel's right to self-defense in accordance with international law. At the same time, we have expressed concerns about the worsening humanitarian crisis in Gaza and have called for increased humanitarian aid to enter that devastated region. At the same time, of late, we're expressing concerns about a potential Rafah operation, which will have potentially devastating consequences on an already very stressed region. So, as Prime Minister Justin Trudeau said, in the face of complex global challenges, Canada will continue to champion diversity, acceptance, and compassion on the world stage. We cannot build together a better world unless we work together, respect our differences, protect the vulnerable, and put people at the heart of all the decisions we make. I wish you all a successful and productive conference with those ideas of inclusion and diversity at the heart of it. الترجمة كلها اشتغلت بكل اللغات حاليا، كل الخلل التقني اللي كان موجود. كانت الأحزاب السياسية في الداخل أول من طرح برنامج حل الدولتين لإحقاق السلام العادل بين الشعبين والمساواة القومية والمدنية للمواطنين العرب في إسرائيل. وفي العام 92 لعب المجتمع العربي الفلسطيني دورا مركزيا في دفع عملية السلام، كما تبنت الجماهير العربية الفلسطينية منذ العام 48 خطابا ديمقراطيا تقدميا مبني على الشراكة. واليوم أمام محاولات حكومة بن غفير نتنياهو لاستهداف وملاحقة المواطنين العرب، هناك ضرورة لكسر كحالة الحصار وبناء شبكات تضامن بين المجتمع العربي الفلسطيني والمجموعات المهمشة المختلفة والقوى اليهودية التقدمية، وتطوير برنامج يتناول الواقع المركب داخل الخط الأخضر وتجنيده لمصلحة بناء أغلبية تدعم السلام الحقيقي وتقرير المصير وتبني مبادئ حقوق الإنسان والمساواة ويحترم التعددية القومية والثقافية. أدعو إلى المنصة السيد محمد بركي رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. صباح الخير، وأحيي انعقاد هذا المؤتمر الهام، أحيي قائم بأعمال السفارة الكندية، زملائي على المنصة، نائب رئيس البلدية، صديقي المحامي ألبير، أحيي جعفر فرح مدير عام مساواة، وكل الحاضرات والحاضرين. بفرحة كل نخخيم كان متوخ كبود لكل أخذ بشموفي بمعمدو. مهم جدا أن يجري هذا الحوار، لكن انترقوم لإيزي صفا انترقوم عروس شتايم يش ما عروس 14 ما يش طيب احكي. مهم أن ينعقد هذا المؤتمر جدا حسب رأيي، لكن يجب أن يجري خارج حدود المجاملات وخارج حدود تدوير الزوايا، ولا بأس، ويجب أن لا يزعل أحد أو يغضب أحد إذا جرى المس بالأعصاب الحساسة أو الجروح المفتوحة من أجل أن نصل إلى العلاج الصحيح. القضية هي ليست قضية مجاملات، وهذا هو هذه هي أهمية مثل هذا اللقاء. الملاحظة الثانية للمنظمين لجعفر ولمساواة،
diversity وجيفون مش تعددية. تنوع. تنوع شيء والتعددية شيء. التعددية تجري بين وجهات نظر، أيديولوجيات، أفكار إلى آخره مختلفة. التنوع هو ألوان مختلفة في المكان الواحد أو في المجتمع الواحد وما إلى ذلك، وليس بالضرورة أن ينطوي على خلافات سياسية جوهرية. مثلا أنا أحب أن أسمع أم كلثوم، وأعرف أن الرافع عبادة يوسف كان يحب يسمع أم كلثوم مثلا. هذا تنوع، هذا قد يعبر عن تنوع ما، لكن لا يعبر عن تعددية، يعبر لا يفضي بالضرورة إلى التعبير عن التعددية. ما أريد أن أقوله في الدقائق القليلة التي أتيحت لي أن هناك حديث عن شعبين. طبعا هنالك شعب يهودي في إسرائيل تبلور على مدار السنين، وهنالك الشعب العربي الفلسطيني الذي بقي، الجزء الذي بقي منه في وطنه بعد نكبة عام 48. نحن نتحدث عن حدود دولة إسرائيل، لكن أنا لا أعتقد أن هنالك في المفهوم الثقافي والحضاري أن هنالك أغلبية ما. هذا مجتمع في إسرائيل هو مجتمع أقليات. الخطاب الرسمي الإسرائيلي حاول أن يضفي ثقافة واحدة على كل اليهود وأن يهمش ثقافة الفلسطينيين في داخل إسرائيل، لكن نحن نعرف أن هنالك ثقافة البلاد عربا ويهودا اللي كانوا عايشين في هذه البلاد، لهم عاداتهم، لهم أولوياتهم من ناحية اجتماعية وثقافية، لهم أهواءهم وهواياتهم. لكن المهاجرين الذين أتوا إلى البلاد في 75-76 سنة الأخيرة لم يأتوا من عنوان ثقافي واحد، والكثيرون منهم، الكثيرون جدا، ما زالوا في مجتمعاتهم الأكثر ضيقا يمارسون ثقافتهم التي جاءوا منها. وأعتقد أن المؤسسة الإسرائيلية قد ارتكبت، لا أقول خطأ، إنما جريمة، عندما حاولت أن تتعامل مع الثقافات المختلفة التي جاء بها اليهود من خلال رؤية نمطية واحدة. اليهود العراقيين كان لهم مساهمة عظيمة في الثقافة العراقية. الروس بشكل، الثقافة الروسية هي أحد الثقافات الإنسانية الأهم في البشرية. كيف جرى التعامل معها هنا في إسرائيل؟ كيف جرى التعامل مع الروس؟ من خلال أنماط فرضت عليهم، حتى أنه في مصطلحات يعني حتى لا تسيء للذوق العام عندما يتحدثون عنهم. هل يمكن أن نتجاهل أو نتجاوز كل هذه الثقافات لنتحدث عن ثقافة واحدة؟ هل هذا التنوع يجب أن يقضى عليه من أجل الفكر، من أجل الأيديولوجيا التي تحملها الدولة، الأيديولوجيا الصهيونية، من أجل أن لا يكون وجه لليهود المغاربة ولليهود العراقيين ولليهود الإثيوبيين ولليهود الروس وغيرها وغيرها؟ هذه ثقافات موجودة، ربما فوق السطح ربما تحت السطح. إسرائيل عملت على خلق هوية مشتركة لليهود في إسرائيل من خلال منهاج تعليم، لكن انظروا ما الذي حدث في منهاج التعليم. هنالك دوائر مختلفة للتعليم في إسرائيل، التعليم الرسمي، التعليم الديني الرسمي، التعليم الحرذي والتعليم العربي. التعليم للمجتمعات أو للمجموعات اليهودية كان من أجل تحقيق التميز لهذه المجموعات، بينما التعليم العربي أو دائرة التعليم العربي كانت من أجل فرض الهيمنة والسيطرة وخلق شكل من أشكال الوعي المشوه، بحكم أن مندوبين عن أجهزة المخابرات وأجهزة الأمن كانت تدير وما زالت تدير جهاز التعليم العربي، ربما بشكل ظاهر فيما مضى، الآن بشكل
أقل السفورا إن صح التعبير. فجرى خلق هوية تربوية تعليمية تناسب المجموعات المختلفة على أساس أيديولوجيا الانتماء الديني، الدين المملختي ما يسمى خنوخ مملختي، خنوخ ذاتي مملختي، خنوخ خردي، والتعليم العربي. لكن هنالك بوتقتين كانتا موجودتان وما زالتا من أجل صهر هذه الهوية، هذه الهويات في هوية واحدة. الأول الجيش. الجيش كان مكان الالتقاء للشباب الذين جاءوا من ثقافات مختلفة من أجل بناء وعي معين وبناء نيراتيف معين، رواية معينة، ومن أجل بناء مصير مشترك. كل إسرائيل عارفين زي كل إسرائيل كفلاء هذا لذاك. واليوم في عقاب حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، هنالك تصدع حتى في هذا المفهوم. الجيش لم يعد صاحب المكان المقدس، وهذا سؤال خطير يجب أن يكون على جدول أعمال الأمر، الذي ينذر بإسقاطات خطيرة وهامة جدا على مناعة المجتمع الإسرائيلي، المجتمع اليهودي في إسرائيل. الأمر الثاني ما يسميه أهالي المحتجزين أو أهالي الرهائن في عند حماس، يسموه أن إسرائيل، دولة إسرائيل نقضت العهد بين الدولة وبين المواطن. بمعنى أن أنا حقيقة كنت معجب إلى حد كبير بمدى استعداد إسرائيل الرسمية بدفع أثمان من أجل أحد مواطنيها الذي يعاني من أزمة، حتى أنه في صبي اعتقلت بتهمة استعمال المخدرات في روسيا، وتدخل نتنياهو شخصيا في الموضوع. أيضا كنت معجب بهذا، أنه هذه الدولة يعني تهتم بمواطنيها، تهتم بسلامتها، مستعدة لتدفع أثمان. حتى جاءت هذه الحرب وخرجت أوريت ستروك، وليس فقط أوريت ستروك قبل يومين، أنه من أجل 33 أو 34 شخص إحنا لازم نوقف الحرب. يعني هذا المفهوم تصدع إلى حد كبير، وهذا أيضا له ارتدادات استراتيجية خطيرة على المجتمع في إسرائيل. هذا من شأنه أن يشعل من جديد حوارات ونقاشات وتناقضات ربما تكون على أسس سياسية، ولكن يمكن أن تكون على أسس ثقافية. لذلك السؤال الذي مطروح في هذا المؤتمر هو سؤال في غاية الخطورة. يعني الوحيدون الذين ربما يتمتعوا بشكل من أشكال المناعة الداخلية هم المواطنين الفلسطينيون في إسرائيل، اللي هم لم يأتوا من أي مكان إلى هذا المكان، ولن يذهبوا إلى أي مكان من هذا المكان، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا لكل الساسة ولكل مخططي السياسة في إسرائيل. لكن الاعتقاد بأن المحافظة على منسوب معين من التوتر يحافظ على وحدة أو على تشكل المجتمع اليهودي، في اعتقادي هذا أمر خطير، وخاصة في ظل الذي نراه في ظل هذه الحرب. نحن مقبلون على مرحلة قد تشتعل فيها تناقضات غير مسبوقة في إسرائيل، ولذلك هنالك أهمية كما قلت في البداية أن يجري هذا النقاش دون التردد، بلمس الأعصاب، الجروح المفتوحة والأعصاب الحساسة. غير ذلك سيلجأ الخطاب المركزي في إسرائيل إلى ما لجأ إليه طول الوقت باصطناع عدو مشترك، الفلسطينيون العرب في إسرائيل، وهذا من شأنه أن يشجع أو يعمق من مناهج العنصرية والفاشية التي باتت تستشري ليس فقط في الجهاز القضائي، في جهاز التشريع، في الكنيسة، إنما أيضا كما نرى في الشارع. هذا نقاش مهم وأنا أتمنى له النجاح. شكرا. أنت عربي ولا؟